المواطن. والسن تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيا اليوم من معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس، وقد جرى بحث مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها. وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة.